دایکا میش دایکا که هاو و اشار از آلمان دی دیسا دایک بو تشتک کت دایکا من اگر تو جبوی ناموچه تو حیفه هل دینی تی نکه بیوی مالایا دایکا مخواست که جبوی مالکا پر پر بند بوی پر پر کتی پر پر زدشوی از شر بکم بمرم راستی وکم زانم هرو چلاکی می کنگرستار هرو هم دبین دمیز ریبر آبو آزاد نبی تجارم خواه آزاد نبینم جبروی داشی تجارم چلاکی خناس کنینم امی تم لسر پی آبن حتی چلاکی حتی تجرید سر ریبری مدشکینم راستی هم دانم هرو بکبه سالا بیستا بیستی اکار ریبری ما دبین تجرید دایا هرو ریبرش بو مافه ملت آدن دیکه جبو مافه جنه انجی وکی جن وکی هرو رخصنا مای حرکتا مای جن کنگرستار امی خودی ریبری خادرین ام شبر حیانی ایبرالیه ام ریبر آبو سلاف دکن ام بر خدا ناوی پیروز دکن ام بر خدا ناگو در باسی بیست و ده سالم بی و حیار و جهرو بر خدا نیه کی برومت بی امبا ریبر آبو بر خود ده و افگل فری بر خدا نکریه جبرگو ریبر آبو سال دو دیدا هر کم بحث قیران نکر قیران رو جلتا ناوین یا گو هرو هم هر کسک شاهده وینه سوها رجب طيب أردوغان محاولا إحياء العثمانية الجديدة وبدأ يحاول بسط سيطرته على الأراضي التي كانت تحتلها الدولة العثمانية لأربعة قرون فاحتل جزءا من الأراضي السورية والآن يتدخل في ليبيا وبذلك تحولت الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية من صفر مشاكل مع الجيران إلى جملة من المشاكل وتفاقمت الأزمة الاقتصادية وقضت على الديمقراطية وقامت باعتقال آلاف الصحفيين والبرلمانيين ورؤساء البلديات المنتخبين والقضاة والأكاديميين وكل من يقول لا للسياسات أردوغان الرعناء وكلما ازداد انغماس سلطة أكابي في مستنقع الأزمات الخانقة تقوم بتجديد إجراءات العزلة على القائد أب ورفاقه في سجن إمرالي ويمنع عنه زيارة المحامين وحتى الأهل لأن سلطة أكيبي ومهبي تعلم بأن لدى القائد أب مفتاح مشاكل المنطقة ولديه المشروع البديل مشروع الحداثة الرأسمالية وهي مشروع العصرانية الديمقراطية والأمة الديمقراطية التي تستند على مبدأ أخوة الشعوب وتعايشها السلمي المشترك وهذا ما يهدد أحلام السلطان أردوغان في بسط هيمنته كأجداده العثمانيين على الشرق الأوسط لذلك يقوم بفرض العزلة داخل العزلة على القائد وهذا مناف لكل شرائع والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان إننا أحزاب مقاطعة الشهباء ندين ونستنكر هذا الإجراء الوحشي والتعسفي من قبل الدولة التركية بحق القائد أبو ورفاقه وجميع سجناء الرأي والحرية ونعاهد القائد بأننا ملتزمون بالسير على خطاه وسنواصل نضالنا حتى نحقق مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وتسود السلام والعدالة الاجتماعية عاش القائد أبو الموت لأعداء الحرية موت على كيوغ هرو جبو تجريد السر ريبر أبو مال دار خستية وبنوفي وحمية سلافي انخوش فرحي يا امرا ليش ريبر 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 ابو رام ريدكن هرو وقت دايكن شهيدا ام دنگ خوا جمافي مروفا رادشينن ايق
جبنا في انسانه يبان دكنا مدشينا